يزلغن الندم نيطيح مرات كنت قتر في جنازة صاير يزلغن الندم نيطيح مرات كنت قتر في جنازة صاير خراب بوجه شوف منين ما دير على شفت مجودرك طوف الجقاير على مدخانهن واخذ نفس بي من يخلص تتنهن وانا حاير. كل الهلا بيكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الطليعة الفضائية، طاب مساءكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج رسائل. ضيفي لهذه الحلقة شاعر شاب مبدع بكل ما يحمل الإبداع من معنى وكلمة، أنا متأكد راح يفاجئكم بقصائده وجمال إبداعه. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر موسى الأشتر، حياك الله يا موسى. حيا الله نباك سيدنا الغالي، الله يحفظك وشكرا للدعوة وشكرا للجهود الجنود خلف الكواليس حياك الله. أنا متأخر عليك باستضافتك. لا سيد، أكو هواي وادم استحقاق لهم قبلي. أنت تستحق كل الاستحقاق. الله يحفظك حمد الله والدي. موسى أول ظهور لك للإعلام؟ هذا ثاني ظهور. كان أول ظهور على قناة البصرة الفضائية، تحياتنا للمبدع شاعر سيف الحلفي. تحياتنا للمبدع سيف الحلفي أخونا. موسى خلينا ناخذ في بداية الحلقة وضعية الشعر بالقرنة، البيئة اللي أنت عايشها، أمسياتكم. سيد، البيئة الموجودة بالقرنة بيئة ريفية. نعم. وبيئة عشائرية. يعني واقع بسيط، بس نفس البيئة أكو مثقفين يعني وأكو دكاترة وأكو واصلين مرحلة من الثقافة والوعي. بيئة يعني بعتها بخيرها، بيئة بعتها بطيبتها، بيئة بعتها مثل ما تقول على هنة مال قبل. بالنسبة لواقع الشعر، واقع الشعر بالقرنة سيد، واقع الشعر بالقرنة 2000 يعني أنا أحكي لك، إذا تحكي لي عن رابطة كانت موجودة، رابطة الشعراء القرنة، تحياتنا لجميع الشعراء بالرابطة، وموجودة أنه بعدها انفتح منتدى أهم بالقرنة. بس الرابطة اشتغلت 2014 2015 2016 2017 2018، وقفت. السبب وقفة الرابطة من خلال ناس كانت برأسة من كانت برأسة الشاعر المبدع الكبير حسيب المالكي، وكان على رأسة الهيئة الإدارية، ويا مجموعة من الشعراء منهم حيدر منصور، رع ستار المالكي، على قحطان، يعني هواي جهود كانت بالهيئة الإدارية. بس كانت هيئة إدارية تشتغل سيد، يعني شغلها مرتب، يعني حتى وصلت هي بقت، بس هي من البصرة مسيطرة بالأماسي. نعم. ثابتة الأماسي، حتى عندنا مهرجانات تصير استضافة. بس بل في 2018 سيد أكو مثل ما تقول دخلاء على الشعر. يعني خاصة بهاي الفترة أكو دخلاء على الشعر، يعني يدخل بأمور الرابطة، ادخلت ناس يعني مو يم الرابطة، مو يم ذائقة كشعراء، شعراء وذائقة سيد. اتدخلت هاي الوادم بالرابطة، فقامت ينوخذ رأيها بشي المفروض ما ينوخذ الرأي بيهم. فالرابطة توقفت، صار اكو تنافر بين الشعراء. بس القرنة متروسة شعر سيد، يعني مو كأنا يعني من القرنة لو فتشي، بس القرنة شعراء مبدعين، يعني خاصة اكو فكرة انه ترجع الرابطة ان شاء الله. ان شاء الله هي فكرة يعني عملنا عليها، بس كانت القاعة محجوزة، يعني ردنا نرجعها، وكان مهرجان عود، بس القاعة انحجت والله كريم. إن شاء الله يا رب إن شاء الله العودة. الله يحفظك ولكم إن شاء الله كل التوفيق. خلينا نستهل هاي الحلقة بقصيدة على ذاقتك. إن شاء الله أجيك وكل واهس، أي وأدري من اشتاق على خدود الزعل ما تنشف الدمع. وظلت نطرك مجفل على المشتاق اللي يزت تابوت ما يتنطر الرجع. الله اعلم امشى الريح، اعلم امشى الريح لا تم من الريش وياك. يظل بيد الهوى وبحجايته يسمع
الجنازة ما حضت بشتافلي شيعون صاحبها الغريب ما حظى بربعة القصب كل ما كثر الجنازة ما حضت بشتافلي شيعون صاحبها الغريب ما حظى بربعة القصب كل ما كثر قلت مع استناي خلك من فرد بس انت القصب كل ما كثر قلت مع استناي القصب كل ما كثر قلت مع استناي خلك من فرد بس انت والدمعة العزيزة ما لقت صاحبها من الطيح الما شافت مراية وفرعت وجعة الما ذبت حملها بوقت من يندار ويهك والخدود الضاقت الرصعة وانا بداخلك ميت وريد انساك تشفن موجود بس القبر شي قنع فحط بي الملاقة بكثر ما تانيت اللي يحب من طرف واحد يكره السمعة نشيل عقلبه فحط بي الله يخليك سيد فحط بي الملاقة بكثر ما تانيت اللي يحب من طرف واحد يكره السمعة عليها ساعة اندفن مستورح الدفان امتان الخلصن بين الجفن والعين مرات اللي يشوفك ريل بس متعوب قلبه وكل محطة جنازة للعدلين اش ما شميت نفسك ذكريات تعيش بنادم والقبر كلهم بخصلة الطين سلامتك سيد الله يسلمك يا موسى الله يحفظك ان شاء الله عمرك طويل الله يخليك سيد موسى بما انت من بيئة ريفية نعم دائما البيئة الريفية تتناول المفردة الغامضة او الحشة صح واغلب القصائد ما قاعد توصل للعامة بسبب غموض هاي المفردة الان صار انفتاح الشاعر الان بالخصوص انت من بيئة ريفية شلون تتعامل ويا القصيدة حتى توصل المفردة للناس العامة سيد المفردة مال المدينة الحداثة اقصد المفردة مال بيئتي انا متلازم وياها بس متلازم وياها يعني مو داخل بعمق لا عندي شيء من عتها عندي مثلا عندي ملوحتها بس الملوحة هاي اوظفها بابيات يفتهمها ابو بغداد يفتهمها ابو الديوانية يفتهمها ابو البصرة يفتهمها ابو العمارة يفتهمها ابو الناصرية هاي كلها يعني اوظفها بشيء بسيط انا صح من مدينة ريفية بس تحتاج توصل بس قصيدة. احتاج لان انا شاعر وشاعر رسالة أحسنت. يعني شاعر إذا بقم لازم بالعمق اللي هو عايش فيه بالمدينة وهذا سيد ما راح يوصل نعتبره خطأ وقع به أكثر من شاعر هذا ما توصل. تشوفه مو خطأ تشوفه أكو 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 كتابة للشاعر يعني ملتزم بيها هو لون نعم. هو لون هسه مثل ما عريان السيد خلف بس عريان السيد خلف عنده قصائد يعني تشوفها كلها تفتهمها وعريان جيله كان بيئة ريفية يعني جيله واعي سيد. كتب بلغة جيله واعي يعني الفترة اللي عاش فيها عريان جيل واعي وجيل محدود أنا ضد مفردة أنه الشاعر يكتب لنفسه هذا الخطأ اللي قاعد لا خطأ سيد مو شاعر رسالة هو شعر. منطلق من الشاعر رسالة يعني أنت إذا ظل تكتب بيئتك وديرتك أنت العايش بيه صدقنا ما راح توصل أحسن خلينا ننتقل إلى فقرة التواصل الاجتماعي ونشوف الأسئلة اللي وصلتنا راضي ابن البصرة هل أضاف الشعر الفصيح بصمة في حياتك أو مسيرتك الشعرية وإذا أضافه من هو الشاعر؟ طبعا تحياتنا لل تحياتنا الراضي ابن البصرة شكرا لك الراضي سيد الشعر الفصيح شوفوا شعر مهم يعني جدا بس سيدنا هسه كفترة الفترة هسه الموجود بها الشعر الفصيح ما موجود عند الذاقة يعني مستحيل بس انت تحداك اذا سمعت لك شعر فصيح يعني ما لقيت به شعر فعلا هو الاصل والشعر يعني بفرع. اصل يعني مرات حتى شعراء شعبيين يتواردون بشعر فصيح تلقاه هو شعر يعني نسبة 80% هي 80% لان اول شيء الحكمه كلها تلقاها بالشعر الفصيح يعني شعر مهم اثر بك والله صراحه ما اثر بي بس سامع سامع الشعر يعني اضاف للقصيدة اضاف صح ننتقل للسؤال اللي بعده عادل الاسدي تحية حب لكم سؤالي لحبيب موسى العشتر اين يجد نفسه بالقصيدة العمودية ام قصيدة التفعيلة وماذا يعني لك عادل الاسدي
تحياتنا للحبيب عادل الأسدي. طبعا تحياتنا للشاعر المبدع عادل الأسدي. سؤال مهم يقول: أين يجد نفسه بالقصيدة العمودية والقصيدة التفعيلة؟ سيد، هو شعر كان بالقصيدة تفعيلة، كان بقصيدة عمودية، كان بالدارمي، بالأبوذية، بالإزهيري. البعض يعني يعتبرون الشخص أو الشاعر اللي يكتب التفعيلة هو هروب من العمود، من الوزن. لا، ماكو هيك. أكو روح تلقاها، مثلا تجي قصيدة سمرات، تجي قصيدة تكتبها يعني على الروح، هاي البيك الموجودة، إحساسك البيك، يعني شوف شنو تطلع كملها. ماكو هو شعر بالتفعيلة وبالعمودي. فأنا من المتذوقين للتفعيلة، يعني أنا بالرغم أكثر من القصيدة العمودية، بس تفعيلة تلقى بيها شعر سيد، وشعراء من يعني التفعيلة. أي شعراء يعني خاصين بها. الشق الأخير شنو يعني لك عادل الأسدي؟ عادل الأسدي أخوي كبير عادل. تحياتنا إليك. تحياتنا للأسدي. شاعر مبدع. السؤال اللي بعده: أحيل القوافي، بما أنك شاعر مثقف وتعرف تفاصيل الشعر، هل ترى الشعر حاليا بالتطور أم الانحدار ولماذا؟ الشعر حاليا سيد خلك جريء. لا ان شاء الله جريء. هو ما تقدر ك يعني كتجربه كنسبه عامه اشوفه كنظره متذوق او يعني يستمع للشعر، مو نظره كشاعر سيد. التجربه حاليا بالوسط الشعري يعني نحو الانحدار، يعني للأسف أكو ناس متطفلين عن الشعر الشعبي، دخلوا بال يعني حتى يدخلون بالقصيدة اللي يكتبها الشاعر. فعلا يعني القصيدة، إذا كتب القصيدة الآن الجمهور يدخل حتى بحيثيات الشاعر، أي حتى بالمفردات سيد. إذا ما عجبته القصيدة يقول لها غير بيها. هو شنو يغير بيها؟ مو يغير بيها نحو يعني الإيجابي، لا، نحو السلبي، حسب مزاجية الجمهور، حسب مزاجية المتذوق. ننتقل للسؤال اللي بعده. جعفر رشيد موفقين سيد علي، سؤال للشاب المبدع موسى: ماذا يعني لك شاعر البصرة الكبير الراحل عطا السعيدي، ومن هو صاحب الفضل عليك من شعراء البصرة؟ يا ريت نسمع قصيدة وهدنتنا وهسه يمهل غريب. وتحياتي لكم. شكرا لتواجدك وصديق البرنامج طبعا جعفر رشيد. تحياتنا جعفر رشيد. وسؤال: ماذا يعني لك الكبير الراحل عطا السعيدي؟ عطا السعيدي هو الأب الروحي للبصرة، شعراء البصرة، ونفتخر دائما بوجود هذا الجبل في البصرة، أصل الشعر بالبصرة عطا السعيدي. صاحب الفضل عليك من شعراء البصرة. شعراء البصرة سيد يعني هواي صاحبين فضل علي، المقربين لك مسيرتك. مو اكو تلقاه صاحب فضل كبير عليك بس هو بعيد عنك. خلى موسى يوصل للبرنامج، وخلى موسى يوصل للمنصة. خلى موسى يوصل للمنصة؟ نعم. الخلاب النجاح لو يوصل للمنصة. النجاح شيء أكيد، أنت شاعر، ولكن هو اللي سندك، هو اللي وصلك. أكو سيد كان السبب. أكو سيد يساندك يوصلك حتى لحد الآن. نعم. يساندك، وكلا يساندك من يشوف نجاحك يبتعد. اللي باقي إلى الآن. إلى الآن؟ قصيدة موسى الأشتر. أها. البقية. البقية لا، عندي شعراء يعني أصدقائي، ودائما أطرح القصيدة عليهم. يا رب ان شاء الله. شاعر حيدر منصور وولدنا البقية. تحياتنا الشاعر حيدر منصور. تحيات. نشوف السؤال اللي بعده. الشيخ درغام المالكي. انا تسمح لي اوقف له؟ استحق. اوقفت اي وقفه عقالك وانت بزر الشيوخ البصرة، من وقفت قالت أنا عرفته أبوك البن نجف، من شاف واقف هيج قبرا ترس عفي عليك من زرته. بس أنت كبير كبير العفية ما تراد، بس من حلق أبوك العفية بيها أنت البصرة، بيوم طاحت رادت لها عقال وانت بعينها عقال وبشت شفته. بيوم كانت شح شيوخ انت الحكيت عقالك. والله ولعت. الله ينعم عليك. ولعت سيد. يعني الحجي مكانه خاصه
قلوب بني مالك، يعني تحياتنا لهذا بزر الشوخ. الله يحفظه ان شاء الله ويديمه يا اخي. شيخ شجاع الله يوفقه ان شاء الله ويحفظه من كل مكروه. قبل لا ناخذ فاصل خلينا نسمع قصيده. هم طلبوا وهدنتني. اي. تقول طبعا هاي سيد هي بيها قصه. اي. قصه مؤلمه يعني. بس هي ايش تحكي مرات حتى. سولفها باختصار. سيد راح اسولفها باختصار من خلال كلمه واحده. نعم. الالم ما حد يفهمه بس صاحبه. اي. راح احكي لك القصيده. الليله من دون الليالي الشوق بين. واخ يا ذاك الونين المارضه بغيري تطين. وهدنتني وهسه يمه الغريب. الله. وانت تدري الاخ محسوب جرح يم الطبيب. الله. اخ يا ليل المفارق ثقل ليله. واخ يا حرقة دموع تحسها تشيله. وعايشين الدنيا كلها وما قطعنا مثل خفجات القلوب هواي تسرع يمهن. وثقلك ايش معناته تايه؟ غنوة مساجين غنوها على سكته. اخ يا ثقل السجن ثقل فرخت. الله الله. اخ يا ثقل السجن ثقل فرخته. ثقل فرخته. واخ يا ثقل الضحك من غير واهس ايش تسوى؟ ما يسوى. الله. وانا هواي بيك وانت ما مريت عابس. ليش 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 خلينا نتعاتب دمعه دمعه. ايه؟ الليل وصورك. ايه؟ وذن الماي رقدن ثوره المقتول سمعه. اها. وانا عايش بس تعال شلون اجيك؟ الصوره ذا شالت اعزاز تحسها شايلها بديك. المغرب وشال الدمع للبيق غنوا. المغرب شماله يتدنى الليل يمه هواي حنوا. الله 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 يا موسى. الله يحفظك. سلامتك من هذا الوجع اللي بدو راحت لك. الله يسلمك. ترجمته بالقصيده. الله يحفظك. ناخذ فاصل احبائي المشاهدين، فاصل قصير وراجع لكم. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا وياكم مع المبدع موسى الأشتر. الله يخليك سيدنا. الله يحفظك موسى الأشتر. من خلال متابعتي. نعم. القصائد موسى الأشتر. نعم. لقيت موسى الأشتر يمثل قضاء القرنة بأكثر من مهرجان قطري بالمحافظة. نعم. باقي المحافظات، ولكن ما لقيته يمثل القرنة في قضاء القرنة بالمهرجانات الرسمية اللي تقام في القرنة. شنو السبب سيدنا؟ السبب بيهم يعني سيد، هذا سؤال مهم يعني أشكرك عليه. يعني أنا حائر سيد بالوضعية مع القضاء. قصادك شفتهم كلهم يعني بغير قضاء فعلا يعني. طلعت الحمد لله والشكر، طلعت محافظات وطلعت للمركز المحافظة المسيطة البصرة، بس بقضاء القرنة سيد ماكو احتمال. احتمال المكان خاف اصعدله ويضايقهم. أه. الا هذا، والمنصه يجوز ما تتسع الاثنين او ثلاثه. أه يعني اكو هاي نقدر نقول نفسيه اللي شاعر قصيده تاخذ الجمهور او خاف يتغلب على الجمهور هيك شيء من هذا سيد الباب. سيد مرات هم من هم؟ هم شعراء سيد. هم شوفوا اكو يعني تحياتنا هم للشعراء. خلينا صريح. احنا خلينا صريحين، احنا دائما صريحين. بس اكو من الشعراء، مو تقول منافسه شريفه، اكو منافسه. هسه انت من تكتب قصيده سيد، انا اتمنى كاتب لي، يعني اريد اكتب اقوى من انت. بالعكس المنافسه شريفه مطلوبه. هاي شريفه، بس اكو منافسه. اكو مهرجان قطري يتعدد باسم مثلا سيد علي. ليش المهرجانات القطرية يتعدد اسم سيد علي؟ هو بالرغم يعني طلع هواي بالمهرجانات، بس هو ما أخذ صدى. ياخذ استحقاقه، ما استحقاه انزل اكو غيرك ياخذه. عندنا شعراء مبدعين. الله شاهد، عندنا شعراء مبدعين. ما احكي اخو توجهت لي سؤال وضربت. نعم. لي انا خاص بي هذا. انا هسه من خلال هذا السؤال اقدر اجزم انه
مو قضاء القرنة اللي وصل موسى، مهرجانات القطرية خارج لا القرنة. سيد الوصلني الوصلني مسابقة البصرة، هذا موضوع بعدين نتطرق له. ايه فهسه يعني اللي وصلت له هسه من خلال كلامك انه موسى الاشتر محارب. موسى الاشتر محارب بكثرة من قضاء القرنة. اها بكثرة بس من قضاء القرنة يعني بالتحديد. واكو انا ما اقول لك كلهم، اكو من الشعراء اللي اعتز بيهم ودائما اقعد يمهم يعني احبهم واعرض عليهم قصايدي ونتلاطف ونضحك ونقعد، بس اكو شعراء سيدي حظنك تشذب. اها والحظنا تشذب طلع سيد لو داتشك يعني ايش يعني داتشك هذاك الاسباب. قصيده تخوفه من قصيده موسى الاشتر لو اكو اسباب شخصيه سيد تخوفه من موسى الاشتر يعني مو شخصيه هو شخصيه شنو شخصيه يقعد ويحضنك وتقعد يمه وتضحك وهاي وشوفه يعني بالحديث ماله تقول هذا يحبك. يعني انا امن منه روح بس هي بالعكس انا منه قوم انطعن سيد حرامات. خلينا ناخذ قصيده ويا ربي يبعدك عننا. الله يحفظك اشخاص السوء. الله يخليك سيد. راح اخذ قصيده جديده لاول مره تقرا، اتشرف اقراها بالبرنامج. اتشرف ان تقرا. الله يخليك. مو من قلب شلتك شيلة الجناز. الله الله. مو من قلب شلتك شيلة الجناز. شيلة الجناز المصيبة شايلك يدريك ما ترجع، حكي مطلوب حكيك ما لناس هواي، ما بي كل صدق حتى لو صدق نسمع، ظلوا وياي ظلوا وياي بيرغ حتى قلهم هذا الدوم ويا الشيوخ يفرع ويطلع، عرفتك ظلوا وياي بيرغ حتى قلهم هذا الدوم ويا الشيوخ يفرع ويطلع، عرفتك من شفت ملقاك ما بيلون التشفوف، عرفتك من شفت ملقاك ما بيلون التشفوف البلوداع ملاقة بس ترجع، جيت عوز جيتك دنقت وحكيت مصب دلف تهمتك دنقت تفزع، مو دوم الحرورة مو دوم الحرورة محسب الهوياك، الخفت تنجاس روحش وقت ما يطلع ولا تعتب، مو دوم الحرورة محسب الهوياك، الخفت تنجاس روحش وقت ما يطلع ولا تعتب لا تعتب، وإذا ما عاتبت معلوم الرسائل بالحرب تنترس بس رجع ولا تعتب، وإذا ما عاتبت معلوم الرسائل بالحرب تنترس بس رجع تنترس بس رجع. البدوي البدوي تشوفه يضحك من يمر بي خير، بس أنا بدو ضحكات من نوجع، أنذبح أنذبح طيره بنذر ما بي عثر عليك. سلامتك. أنذبح طيرة بنذر ما بي عثر عليك، دم بارد تحسها وما علي مطلوب، نشدت عليك نجدت ناهبة من العيب، أعلهلها ومو غرب بس هم ظل معيوب، شفتك غالي خايب شفتك غالي بس مو منها واشتاقيت، وجه شتال شفته تغير دكت البوب، وجه شتال شفته تغير دكت البوب، مو شرط مو شرط الاصواب من السهم، مرات الوجع منك وبيك من الحكي مصوب. سلامتك. الله الله يسلم. موسى كل قصائدك تحمل هذا الوجع لو فقط اكو قصائد معدوده؟ سيد مرات الشاعر يعني مرتاح بحياتك؟ سيد ماكو واحد مرتاح، يعني الله من خلق الانسان ماكو راحه. بس اذا تحاكيني تقول لي اكو معاناه، ماكو بشر ما يخلى من معاناه. بس الاقتناص هذا بالقصيدة مرات الشاعر هذا واقعي لو سيد جزء من عنده واقعي وجزء ثاني اللي هو فن، ربما يصير عندك خبرة تستخدم الفن والذكاء الشاعر. اي تقدر تقدر اترجم جروح غيري، هي مو جروحي بس اقدر اترجم من خلال الخبرة الموجودة بالقصيدة من خلال إمكانية الشاعر الحمد لله. وش موسى عندنا فقرة انه تطرح مشكلة تتكلم بيها عن احساسك او مريت بيها هاي التجربه، او تتكلم السلبيه والايجابيه. سيد
غلطتنا من حبينا. أها. وغلطتنا من عاشرنا. وغلطتنا من ضحكنا بوجوه ما تستحق هاي الضحك. مشكلتنا كانت حبيناهم. وتعبوك. يعني حبيناهم حب يعني لله. حب ما بيش. بس سيد مرات هذا الحب يعني خسرك. يخسرك يأذيك بس انت بلحظة من تحب ما تدري يا اخي. يا اخي يعميك الحب كله يعميك. بالكيف هو القلب لما يحن بالكيف. والكيف ريح السفن لما تهب بالكيف. يعني ما انت بحالة حب ما تروح تحسب للمستقبل تقول هاي الناس اللي حبيتها راح اخسرها يوم من الايام راح اخسرها. يعني مشكلتنا الشوق يبعدك عن التفكير. الشوق كل شيء يبعدك سيد بحيث يعني هو المقابل او ناسك انت اللي تحبهم تلقاهم يمك وانت تشتاق لهم. يعني هاي مشكلتنا. مشكلتنا جرحنا يجيك من اقرب انسان اليك. ترى ما يجي من الغريب. سيد اذا اجى من الغريب ما نهتم له. يطيب وتنساه. او علي ما نهتم له كلش ولا نباوع له. بس مشكلتنا من اقرب انسان. مشكلتنا اذا وقفنا لهم احنا واقفين لكم هواي. يعني ومحسبين احنا اذا نطيح مثلا بمشكله لو بشي نلقاكم قدامنا. بالفعل طحنا وما لقيناهم، لقينا بس ظهور. سيد مشكلة يعني طيبتنا. هاي طيبتنا خذتنا هواي. خذتنا هواي هو طيبتنا والقلب مالنا. احنا ما نحب العقل. او كذا واحد يحب العقل. احنا نحب نقلبنا، ناس فقرة. يعني مليان اشوفه من عيونه هو يحبك من عيونه. يعني انت بحيث شلون تفكر هذا راح يعوفني وهذا راح ينساني وهذا راح بس ان شاء الله يكون هاي ناسنا القريبين ان شاء الله من اريتهم من يروحون بس على كيف ويانا. يعني شويه شويه يكون ما نحس به. سيد الله لان بالتالي يندم. اكيد بالتالي يندم. هو احنا شي اهتمينا لهم هواي. موسى مر بتجربه عاطفيه وخذت اكيد سيد مريت بتجربه وبيبان السجن. اي مرات هم نعمه. تعرف الياهي لجمه وياهي مو لجمه. الله. بس الوحدك بالظلمه كل شي يطيح. الدمعة البيها لجمة تقيم الزلمة. الله موسى الله. بس الوحدك بالظلمة كل شي يطيح. اي الدمعة البيها لجمة تقيم الزلمة. بس حسيتها اللي يقعد الوحدة يضيع. البدو يموت إذا ما طلعت شلمة. الله. بس هي المعزة قلوب مو بلسان. الشاعر كل شي قله ولا تجي الذمه. وانا من دورت الشاعر كل شي قله ولا تجي الذمه. وانا من دورت ما ردت اشوف وقاع مثل ذاك اللي يزور ويرفس النعمه. بس شلتك حرز بس انا اصدق بيك. الوجع بس انت من تسولف تفهمه. انا اللي انشاف اذا زعلان. الله الثانيه. أنا اللي ينشاف إذا زعلان. أي. أنا اللي ينشاف إذا زعلان. أنا المكتوب بس لفلان. أنا القاضيها على البيبان. أنا المشيول للدفان. الله الله. أنا الثقلة علي روح. سيد أنا الحبو على جروح. أنا البي وجعة وتلوحة. أنا القاضي تلملوحة. أنا اللي يتلقى لي الأصياح. أنا المنه لما مرتاح. أنا المحد ورا لو راح. أنا القاضيها بس نياح. أنا القال جويدا مل. أنا المن دمعه يتبلل. أنا القال جويدا مل. أنا المن دمعه يتبلل. أنا المعروف ذا يزعل. أنا المعروف ذا يزعل. أنا الليل لو نهاره انذل. سلامتك الله. ها
الله يسلمك. الله الله يبعدك عن هذا. الله يخليك سيدنا. الله يا موسى. الله يحفظك. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير وراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع المبدع موسى الأشتر، حياك الله مرة ثانية. حياك الله سيد موسى. اكو اتهام، يمكن انت شفت التعليقات على البوست، اكو اتهام انه موسى يقلد احمد عاشور. هذا سيد اكو اتهام موسى يقلد احمد عاشور، اكو اتهام موسى يقلد مصطفى حرب، اكو اتهام موسى يقلد حتى زهير صبيح. انا بالعكس، هذول شعراء مبدعين واخواني واخوتي، تحياتنا لهم. يعني تحياتنا لهم. بس سيد اكو قصائد، اكو قصائد عن منصه تتطلب جو عالي سيد. يعني القصيده انا كاتبها، يعني انت كاتبها مثل ما تقول بحرورتها، تحتاج لها الروحيه، تحتاج روحيه، يعني تحتاج بالرتم مالك بالصوت. تحتاج الى القاء يعني عالي سيد، والالقاء عالي بالقصيده. انت من تجاه القصيده الحاطة بروحية وتعب عليها، تجي تقرأها ببرودة سيد تضيع. القصيدة تضيع إذا قرأتها ببرودة تضيع. شنو الضير إنه؟ أنا أقرأ بروحيتي، هاي روحيتي المتعارف عليها. أما أكو قصائد ثانية، القصائد الثانية هي قصيدة إحساس، إحنا نسميها قصيدة اللغة الثالثة. أكو لغة ثالثة سيد، أكو يمتازون شعراء باللغة الثالثة. يعني يقدر يتقمص قصيدة الوسطى. الإحساس اللغة الوسطى ليه يفتهمها العامي ويفتهمها الواعي والمثقف، هاي القصيدة. فهاي أنا يتواجدن بي هذا الخصائص الاثنين. كل شاعر إذا حق يكتب باللغة الوسطى بالنخبوي أنا بكيفي. هو حر. أنا بكيفي. من أي باب وجه لك هذا الاتهام؟ يعني من باب الإلقاء فقط. أي من باب الإلقاء، وأنا قلت لك الإلقاء يعتمد على القصيدة. أنا مو ذنب، هاي قصيدتي أنا هيش متعارف عليه. يعني تقليدك فقط الإلقاء بكتابة القصيدة بعيد عن الأسماء اللي أنا ذكرت. بعيد عن الأسماء، بالعكس أسماء أنا أحترمهم وأسماء أخوتي هم، يعني وتحياتنا لهم. تحياتنا لهم. بس ما من المعقول أنا إذا تقول لي يجوز ويا سمير صبيح أقول لك إيه. يعني حتى لو بس اقول لك هي سمير صبيح هو، بس هذول اخوتي وبعدنا مثل ما تقول يعني قريبين. قبل لا ناخذ قصيده موسى، بالنسبه للمسابقات انت مشترك مسابقه على ما اعتقد، ولكن اريد اسالك سؤال على المسابقات الان. اي موسى بعيد عن الاشتراك بالمسابقات سيد. المسابقات اللجنه رديئه، اذا كانت اللجنه رديئه يعني مو على مستوى العراق، لا مستوى العراق. المسابقات اللي تقيمها القنوات، انا اتكلم القنوات. ها القنوات سيد، القنوات يعني مثل ما اشوفها اكو بيها يعني حسب اللجنه، اللجنه تباوع لها، احنا شعراء واحد يعرف الثاني. نعم احنا اذا شفنا اللجنه منصفه، لا بالعكس كل احنا نروح لها، لان من خلال انت من خلال المسابقه هواي شعراء طلعت خلال المسابقه فعلا الشعريه. هذا شيء ما بس مرات تشوف اللجنه يعني مو كفو، يعني تظلم الشاعر، وبالفعل هواي ظلمت، يعني اكو شعراء هواي انظلموا بالمسابقات بعيد عنه. خلينا نسمع قصيده نداهمنا الوقت. قصيده بزغر والماي الابيض طايح من العين، وانا مقلب الرسايل شوق ما تلقى، خل ذاك التعب مثل القلادة يصير، بزر ذاك التعب بس دمعته تلحقه، مثل أول حمل كل حيل صاير بيك. الله بعفو وباب السجن ما فتحته الخنقة، صح محتاج لك خايب، إيه محتاج لك، بس أنت أعرف كون براس أهل الجنايز رجعة ما تلقى. الله الوسن صح محتاج لك، إيه محتاج لك، بس أنت أعرفكم براس أهل الجنايز رجعة ما تلقى، الوسن ما ينطرد شيا بالتعب نلقاه. الله
الدرب شلوت نظر بقلوبنا نسحقه انترس بي العتب بس قلبه مو جناز اتكت لك لا يمين بوقت بملقه حالاتك غير ديرة تسولف بطاريك وبخير وكل شبيك بديرتك علقة مشبية تعب مشية خوات الشيوخ السهم عشام رش ما يختقل حقه مشبية تعب مشية خوات الشيوخ السهم عشام رش ما يختقل حقه ترى اللي يعتب بنادم هذا اللي يحس بيك تشلب بيه بدو شايفك شبقة تشلب بيه بدو شايفك شبقة ترى كل الحكية القصد رابع بيت براس أهل الجنايز رجعة ما تلقى الله سلامتك الله يا الله يسلمك موسى تسمع علما من الشعراء الرواد والشباب هم تأثرت بالشعراء الشباب سيد إذا أقول لك أنا هذا السؤال انعاد هواي هو سؤال أنا ما سألتك تتأثر بيا شعر لأن سؤال, سؤال ولكن تقليدي. تسمع السمع تسمع سيد أسمع القصيدة ما أسمع اسم الله شاهد علي أسمع القصيدة لو أي واحد مثلا جاي قبلي أو بعدي نزل قصيدة المن تميل للقصيدة الشباب الآن لو اللي سبقك بالتجربة أكيد اللي يعني. سبقني بالتجربة سبقني بالتجربة أشوفه وين رايح وين داخل جاي يسوي بقصيدة أنا أريد أشوفه شنو جاي يسوي بقصيدة على مود أختلف وياه بالقصيدة مالتي هيك شي مقاس النجاح موسى قبل لا ناخذ آخر قصيدة قصيدة الرسالة خلينا نسمع أبو ذيات أبو ذيات اللي حافظه السيد مقلبي هنا أنا وراح حافظه أي. تقول الملامح صوتهم سيد مو صوتهم لا الملامح صوتهم ناطر أي. ناطر لحل سمعوا نفس شوق لهم الله يا لاه الضيم ما يرهم لحل شجاه الواد متمثلت بي أهي سجفاك يدبع علي يم أخ شجان وأمنت بعضاي يم أخ الله الله وعلي جارع جفاكم أخ يم أخ لا يا أحد قاطع ومجفل علي الله سيد مو كلفة من الطيح مو كلفة من الطيح تنمد لك الإيد الكلفة من تشتاق للموش جاويد النجم من كان شامت بي صفنة تهت وجروح حجرك وعلم نرحلة لسه بي صفنة على بابك بل كتشتم نفس لي سلامتك الله سيد الله, الله يا موسى الله يحفظك الكل شاعر رسالة صح خلينا نسمع اليوم رسالة موسى الأشتر رسالتي راح أحكيها بقصيدة اسمح جرفك موش لك لا تعتب على الماء ابتاليت السنابل يوقف الشراي ضحك بطيف ما ضحك بطيف ما تنشاف اذا دموك النهر من يلتفت تلقى بمكانه فياي النوارس شابعه من الضيم اذا علون الشيبل مو بوقته يطيحك من هواي بس خلينا فهمك علق لو تابوت اهن باثنين هن ترتاح ذا جناي المحطة الما حظت بجفوفها الركاب ما تنهى بذا ينذب وراها الماي الحلم مرات يبن احلام ذا مربيك مثل جيت الرزق ما تدري بي لو جاي مثل جيت الرزق ما تدري بي لو جاي النعش يفرض شلمتش ما نحط بالقاع اعلى من الحواجب لا بدو ينشال من عدها ولقيت البعد ما ينقاس بعيون التحبهم بالقلوب اميال العلم ما يخسر الوان التكبه تفوف مثل جرح السفينه برقبه الحمال الله سلامتك الله يا موسى الله يسلمك انا لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكر تواجدك فدول قلبك كلمه اخيره لك لجمهورك وناسك طبعا كلمة شكر لك سيد علي على هاي الدعوة تستحق كل الاستحقاق هاي الجنود اليوم تعبناهم هواي الله شاهد وانا ممنون جدا من هاي الدعوة وموفقين ان شاء الله يا رب ان شاء الله دوام التوفيق الله يخليك للجميع ان شاء الله مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة والاصغاء انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج رسائل كونوا في امان الله